السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي طلاب الصف الرابع الابتدائي. النهاردة هنكمل مع بعض درس سطح مصر اللي اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت، وطبعا احنا عارفين ان درس سطح مصر من دروس الترم الاول في الجغرافيا. طيب اتكلمنا عن ايه، او اخر حاجة اتكلمنا عنها في درس سطح مصر؟ اشكال اليابس على سطح الارض، واتكلمنا عن الاشكال اللي موجوده على سطح الارض من اليابس، وقلنا اليابس يعني اماكن اقدر امشي فيها على رجليا من غير ما احتاج مثلا سفينه، لكن الماء لازم احتاج سفينه، ان انا مش هقدر امشي في الميه برجلي. تمام. طيب خدنا زي ايه اشكال اليابس على سطح الارض، اتكلمنا عن الجبال، اتكلمنا عن الهضاب، اتكلمنا عن السهول. النهارده هنكمل اشكال سطح اليابس على سطح الارض. اول حاجه هنتكلم عنها او هنكمل بيها الكلام المنخفضات. يعني ايه منخفضات؟ بص معايا على الصوره دي، بص المنخفضات عباره عن ايه، هي ارض منخفضه عما حولها، ارض منخفضه عما حولها. يعني ايه؟ هنلاقي اماكن عاليه كده وفي حته ارض نازله لتحت شويه، الحته اللي نازله لتحت شويه دي يعني ارض منخفضه عن باقي الارض اللي حواليها، بنسميها ايه؟ منخفض. بنسميها ايه؟ منخفض. فتعريف المنخفضات عندي هي ارض منخفضه عما حولها. طب ايه هي اشهر المنخفضات اللي موجوده عندي في مصر؟ قال لي موجود عندي منخفض القطارة. طب فين منخفض القطارة؟ اهو موجود عندي في شمال الصحراء الغربية، شمال الصحراء الغربية. يبقى يعني ايه منخفض؟ قلنا المنخفضات هي ارض منخفضة عما حولها، بتكون كل الارض عالية كده لكن المنخفض ارض نازلة لتحت شوية، منخفضة شوية، عشان كده سميناها منخفضات. طيب ايه هي اشهر المنخفضات اللي موجودة عندي في مصر؟ قلنا اشهر منخفض موجود عندي في مصر هو منخفض القطارة. بص معايا على الخريطة، منخفض القطارة موجود في شمال الصحراء الغربية. طيب ايه هي بقى باقي اشكال سطح اليابس على سطح الارض؟ عندي تاني حاجة نتكلم عنها الجزر. يعني ايه جزيرة؟ قال لي الجزيرة بص معايا على الصورة دي عبارة عن ايه، مكان يابس، قطعة ارض حواليها المياه، حولها المياه من جميع الجهات. هقول تاني، يعني ايه جزيرة؟ يعني ايه طبعا جزر ده جمع جزيرة. تمام. يعني ايه جزيرة؟ الجزيرة دي عبارة عن ايه، قطعة ارض يابسة تحوطها المياه من جميع الجهات، تحفها المياه من جميع الجهات، يوجد حولها المياه من جميع الجهات. يعني ايه؟ حتة ارض حواليها المياه من كل الجهات، دي بسميها جزيرة. يبقى تعريف الجزر ايه؟ مساحة من اليابس تحيط بها المياه من جميع الجهات. مساحة من اليابس تحيط بها المياه من جميع الجهات، يعني مفيش اي حتة هيكون مش حواليها مية في الجزيرة، الجزيرة حواليها المياه من جميع الجهات. تمام. طيب عايزة امثلة على الجزيرة، قال لي زي جزيرة شدوان. جزيرة شدوان بص معايا كده، جزيرة شدوان موجودة هنا في البحر الاحمر. تمام. يبقى هنقول تاني، الجزر مساحة من اليابس تحيط بها المياه من جميع الجهات. قلنا مثال على الجزيرة زي جزيرة شدوان موجودة في البحر الاحمر، ولو بصينا على جزيرة شدوان هنلاقي اهي ان هي بيحدها خليج العقبة وخليج السويس والبحر الاحمر، يعني من جميع الجهات بتاعتها. تمام لحد كده. طيب في بقى حاجة اسمها اشباه الجزر، حاجة اسمها اشباه الجزر. يعني ايه اشباه الجزر؟ يعني جزيرة بس ايه، مش جزيرة كاملة. يعني ايه مش جزيرة كاملة؟ انا قلت من شوية الجزيرة ارض او مساحة من اليابس تحيط بها المياه من جميع الجهات. طيب امال يعني ايه شبه جزيرة؟ يعني مش زي الجزيرة بالظبط، امال ايه؟ قال لي برضه هي قطعة من اليابس تحيط بها المياه. طب ما كده زي الجزيرة بالظبط، لكن لا تحيط بها المياه من جميع الجهات، لا تحيط بها المياه من ثلاث جهات فقط. اما الجزيرة تحيط بها المياه من جميع الجهات. تمام. لكن شبه الجزيرة قطعة من اليابس، مساحة من اليابس تحيط بها المياه من ثلاث جهات فقط. تمام. بص معايا كده الصورة دي،
عبارة عن ايه؟ زي اهي الجزيرة قطعة ارض تحيط بها المياه اهو، ادي الجهة دي والجهة دي، وجينا للحتة دي عبارة عن ارض قطعة يابسة، ارض يابسة متصلة بالجزيرة، يعني فيه جنب من الاجناب بتاعة الجزيرة بيكون متصل باليابس ما فيهوش مية. طب التلات جهات اللي حوالين الجزيرة التانيين بيكونوا مية، تمام؟ يعني لو هنفترض ان الجزيرة حواليها اربع جهات، تمام، الجزيرة الاربع جهات هيكونوا كلهم مية، لكن الشبه الجزيرة هيكونوا ثلاث جهات مياه واحدة يابسة، تمام؟ فتعريف شبه الجزيرة عندنا هو مساحة من اليابس تحيط بها المياه من ثلاث جهات، مساحة من اليابس تحيط بها المياه من ثلاث جهات. طب أنا عايزة مثال على شبه الجزيرة، قال لي زي شبه جزيرة سيناء. شبه جزيرة سيناء، بص معايا على الخريطة كده نشوف شبه جزيرة سيناء، ادي هنا شبه جزيرة سيناء. بص معايا، عايز اعرف شبه جزيرة سيناء ايه المكان اليابس او ايه المكان المية اللي محيط بيها. لو بصينا اول جهة في خليج العقبة، تاني جهة خليج السويس، تالت جهة البحر المتوسط، رابع جهة فلسطين. طب فلسطين دي مية ولا ارض يابسة؟ لا، ارض يابسه، لذلك اعتبرنا الحته دي سميناها شبه جزيره. ليه؟ تحيط بها المياه من ثلاث جهات فقط. مين هما الثلاث جهات دول؟ خليج العقبه، خليج السويس، البحر المتوسط. طب الجهه الرابعه موجود مين؟ دوله فلسطين. تمام لحد كده؟ طيب بكده نكون خلصنا مع بعض اشكال اليابس على سطح الارض او على سطح مصر بشكل عام، وقلنا ان اشكال اليابس عباره عن ايه؟ الجبال، الهضاب، السهول بأنواعها سواء سهول فيضية أو سهول ساحلية، اتكلمنا كمان عن المنخفضات والجزر وأشباه الجزر، وعرفنا تعريف كل واحدة من دول. طب أنا كده اتكلمت عن أشكال اليابس على سطح الأرض، عرفت إيه هي الأماكن اليابسة على سطح الأرض، لكن أنا عايز أعرف حاجة تانية، حاجة مختلفة. مش أنا بقولك دلوقتي سطح الأرض عبارة، أو خدت المرة اللي فاتت في الدرس اللي فات اتكلمنا وقلنا سطح الأرض عبارة عن حاجتين، يا إما أماكن يابسة أقدر أمشي عليها برجلي، يا إما مسطحات مائية لازم أمشي فيها بسفينة وإلا هغرق لو أنا مش متعلم العوم. طب دلوقتي أنا هتكلم عن المسطحات المائية على سطح الأرض أو على سطح مصر بمعنى صح. اول حاجه هنتكلم عنها طبعا مشهوره عندنا البحار، الصوره اهي دي تديني صوره بحر بتبحر فيه سفينه. طب انا عايزه اعرف في الجغرافيا تعريف البحار ايه. بص معايا كده، البحار عباره عن ايه؟ مساحه من الماء المالح، ونركز في كلمه ماء مالح. معنى كلمه ماء مالح يعني انا مش هقدر اشرب من ميه البحر لانها مياه مالحه لا تصلح للاستخدام البشري، مش هقدر استخدمها في حياتي واشرب منها، تمام؟ يبقى تعريف البحار مساحه من الماء المالح اصغر من المحيط. معنى ذلك ان في حاجه اكبر من البحر؟ ايوه، في حاجه اكبر من البحر اسمها المحيط، تمام؟ طب يا ترى ميه المحيط مالحه زي ميه البحر؟ بالظبط، ميه المحيط مالحه زي ميه البحر. معنى ذلك ان انا ما اقدرش كبني ادم اخد ميه من ميه البحر او ميه المحيط واشربها؟ لا طبعا، ميه البحر او ميه المحيط لا تصلح للاستخدام البشري بدون معالجه. يعني ايه بدون معالجه؟ لازم اعمل تنقيه لميه البحر او تحليه لميه البحر او ميه المحيط، ان انا احوش منها الاملاح وكده اقدر استخدمها، ودي طبعا محتاجه معامل كيميائيه ومصانع وحاجات تانيه، تمام؟ يبقى تعريف البحار مساحة من الماء المالح أصغر من المحيط. طب طبعا لو احنا درسنا الخريطة وفاكرينها زي ما احنا خدناها، طيب ايه هما أشهر بحرين موجودين عندي على الخريطة؟ طبعا البحر الأحمر والبحر المتوسط، ادي هم مشهورين أو موجودين على الخريطة، هنا البحر الأحمر وهنا البحر المتوسط، تمام لحد كده؟ كده أول حاجة اتكلمت عنها في المسطحات المائية البحار. طيب عندي ايه تاني في المسطحات المائية؟ البحيرات. يعني ايه بحيرات؟ بص معايا على الصورة دي، ده شكل بحيرة. طيب عايز اعرف تعريف البحيرة في الجغرافيا؟ البحيرة عبارة عن ايه؟ مساحة صغيرة من الماء المالح او العذب. يعني ايه البحيرة؟ مساحة مية صغيرة اصغر من البحر؟ ايوة اصغر من البحر، لكن مية البحار معروفة كلها مياه مالحة، لكن هنا البحار ببحيرات بيقول لي ايه؟ البحيرات مساحة من الماء المالح او العذب.
يعني ممكن الاقي بحيرات مالحه لا تصلح للاستخدام البشري ما اقدرش اشرب منها، لكن ممكن تاني الاقي بحيرات عذبه ان انا اقدر اشرب منها. تمام؟ قال لي يحيط بها اليابس من جميع الجهات، يعني ايه؟ بتبقى قطعه ميه موجود حواليها اليابس من جميع الجهات، بسميها بحيره، بسميها بحيره. يبقى هنقول تاني يعني ايه بحيره؟ البحيرات مساحه صغيره من الماء المالح او العذب يحيط بها اليابس من جميع الجهات، يحيط بها اليابس من جميع الجهات. طب انا عايزه اعرف او اخد مثال على بحيره تكون بحيره مالحه وبحيره تكون بحيره عذبه ويكونوا موجودين عندي في بلدي في مصر. بص معايا كده، عندي بحيره ناصر بحيره عذبه، لكن عندي كمان بحيره قارون بحيره مالحه. تمام كده اتكلمنا عن البحار، قلنا مساحة من الماء المالح أصغر من المحيط زي البحر الأحمر والبحر المتوسط. اتكلمنا كمان عن البحيرات وقلنا مساحة من الماء، لكن الماء المالح أو العذب، ممكن ألاقي بحيرات مالحة ممكن ألاقي بحيرات عذبة. بحيرات يحيط بها اليابس من جميع الجهات، وخدنا مثال على البحيرات العذبة زي بحيرة ناصر وعلى البحيرات المالحة زي بحيرة قارون. طيب بص معايا على الخريطة عشان نعرف مكان بحيرة ناصر وبحيرة قارون. بحيرة قارون هنا فوق اهي عند محافظة الفيوم، لكن بحيرة ناصر تحت خالص كده عند تحت نهر النيل. تمام لحد كده؟ طيب نيجي بعد كده حاجة جديدة هنتكلم عنها او يمكن ما سمعتش عنها كتير غير في الخريطة، الخلجان. الخلجان يعني ايه بقى؟ خليج. بص معايا كده، الخليج زي ما احنا شايفينه في الصورة كده. طب انا برضو مش فاهم الصورة، انا عايز تعريف جغرافي افهم منه الصورة دي. بص معايا كده، تعريف الخلجان هي امتداد الماء المالح داخل الماء اليابس. امتداد الماء المالح داخل اليابس، يعني ايه امتداد الماء المالح داخل اليابس؟ يعني مساحة من المية بتكون مالحة، معنى ذلك ان الخليج مش مية عذبة، الخليج مية مالحة زي مية البحار وزي مية المحيطات وزي مية البحيرات المالحة. تمام؟ الخليج عندي امتداد ماء مالح، قطعة مية او مكان في مية مالحة بنلاقيها دخلت جوه اليابس زي كده اهو، دي ارض ودي ارض لقينا الميه دخلت وسطهم، ده بنسميه خليج، ده بنسميه خليج. طيب احنا لو خدنا او لو فاكرين الخريطه، عندي مثالين على الخلجان على الخريطه. اول مثال هو خليج السويس، خليج السويس. تاني مثال هو خليج العقبه، خليج العقبه. طب كده يبقى انا اخدت تعريف الخلجان وقلنا الخلجان هي امتداد الماء المالح داخل اليابس، امتداد الماء المالح داخل اليابس. تمام؟ زي ما احنا شايفين في الصورة كده، دي قطعة أرض يابسة، قطعة أرض يابسة كمان في الناحية التانية، الماء المالح دخل بينهم في النص. طيب قلنا مثال على الخلجان خليج السويس وخليج العقبة. زي ما احنا شايفين على الخريطة كده، ادي البحر الأحمر، ادي هنا خليج العقبة جنب دولة فلسطين، وخليج السويس هنا في الناحية التانية. تمام؟ كده عرفنا أماكن الخلجان. كمان نتكلم بقى عن تالت حاجة هنتكلم عنها في المسطحات، او رابع حاجة هنتكلم عنها في المسطحات المائية، الانهار. وطبعا انتوا عارفين اشهر نهر موجود عندنا في مصر هو نهر النيل، واتكلمنا عن التاريخ وقلنا ان نهر النيل هو مصدر الحياة على سطح الارض، وهو كمان يعتبر اهم حاجة او يعني زي ملهم الحياة عند المصريين القدماء. وده شكل نهر النيل، ودي عبارة عن سفن ماشية في نهر النيل. طب تعريف الأنهار عندنا في الجغرافيا ايه؟ مجاري مائية عذبة، معنى ذلك ان الأنهار عبارة عن ايه؟ مياه عذبة كلها. طب هينفع يا مس الاقي نهر تكون ميته مالحة؟ لا طبعا، ما عنديش اي نهر تكون ميته مالحة، جميع الأنهار ذات مياه عذبة، جميع الأنهار ذات مياه عذبة. وقلنا أشهر نهر موجود عندنا هو نهر النيل. بكده نكون خلصنا درس النهاردة، وعلشان نجمع الدرس كله على بعضه، احنا اتكلمنا عن سطح مصر، واتكلمنا وقلنا ان سطح مصر عبارة عن حاجتين، عبارة عن
يابس ومسطحات مائية. اتكلمنا عن اليابس زي الجبال وزي الهضاب وزي السهول وزي المنخفضات والجزر وأشباه الجزر، تمام؟ اتكلمنا عن المسطحات المائية النهاردة، واخدنا تعريف البحار، واخدنا تعريف البحيرات، واخدنا تعريف الأنهار كده، تمام؟ وعلشان نتأكد ان احنا فهمنا الدرس، تعالوا معايا نحل تدريبات. بيقول لي أمامك خريطة صماء لمصر، اكتب مدلول الأرقام الموضحة عليها. يعني اديني الخريطة وبيقول لي عايز أعرف مكان كل رقم من دول ايه. أول حاجة بيقول لي رقم واحد منخفض نقط، أنا عايز أروح فين؟ رقم واحد، رقم واحد هنا احنا اتكلمنا من شوية وقلنا هنا في شمال الصحراء الغربية، ما هو أشهر منخفض موجود عندي اسمه منخفض ايه؟ منخفض القطارة، منخفض القطارة. طيب نيجي لرقم اتنين، بيقول لي البحر نجد، رقم اتنين هنا ده اسمه البحر الايه؟ البحر الأحمر، تمام؟ رقم ثلاثة بحيرة نجد، أنا قلت البحيرة اللي موجودة فوق عند محافظة الفيوم اسمها بحيرة إيه؟ بحيرة قارون، بحيرة قارون. نيجي رقم أربعة خليج نقط، بصوا هنا هو حاطط هنا على الخليج دوة رقم أربعة وبيقول لي أنا عايز اسم الخليج ده. طيب هنا خليج السويس، خليج السويس. هنا اخر حاجة رقم خمسة جبل نقط، ودي اتكلمنا برضو عنها وقلنا ده جبل اللي موجود في برضو في الصحراء الغربية، جنوب الصحراء الغربية، اسمه جبل العوينات، جبل العوينات. وبكده نكون نهينا درس النهاردة، وان شاء الله اشوفكم الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.